عالم الزراعة. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الأعزاء، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في فيديو جديد. في هذا الفيديو نتابع مع حضراتكم شجرة اللبان العربي اللي زرعناها في فيديو سابق من العقلة. شجرة اللبان العربي من الأشجار السهلة البسيطة اللي ما بتحتاجش لعناية كتيرة، وفي هذا الفيديو هنشوف طريقة تقليم شجر اللبان العربي. شجرة اللبان العربي تقليمها هو عبارة عن تقليم تربية مش تقليم جائر، ولكن هنا هقلم الشجرة عندي عشان أنظم شكل الشجرة. لو لاحظنا هنلاقي الفروع كبرت وأخذت استطالة وأصبح الشجرة شكلها غير منتظم. هنا أنا هقلم الشجرة عشان أرتب الشجرة وعشان الشجرة عندي يكون شكلها منتظم. شجر اللبان العربي ضروري جدا جدا عملية تقليم الأفرع اللي على الساق والأفرع اللي في الجورة أو في الحوض، لأن الأفرع دي بتؤدي إلى ضعف الشجرة. لكن إحنا في الفيديو السابق شفنا إزاي شلنا الأفرع من على الساق ورتبنا ساق الشجرة. بعد ما قصيت الأفرع عندي أصبح وضع الشجرة جيد، وهتبدأ تاخد نموات وهنبدأ نختار أفرع نشيلها وأفرع نتركها. طبعا الأفرع اللي احنا قصناها هنزرعها مرة تاني ونزرع منها عقل. هنا ما شاء الله بدأت النموات تظهر عندي بوضع جيد وشكل الشجرة أفضل من الأول. وفي أغلب الإخوة بيستخدموا أوراق وأفرع شجرة اللبان العربي للغنم وللماعز للوقاية من مرض الانتفاخ. شهر 11 هو أنسب موعد إن احنا نقطع فيه ساق شجرة اللبان العربي أو نجرح فيه اللبان العربي ويتطلع لبان، لذلك بيطلق عليها الشجرة الحزينة. هنا الأفرع ما شاء الله عندي جيدة، النمو عندي جيد، وباستمرار هلاقي عندي براعم ونموات جديدة. هنا ما شاء الله النمو جيد ووضع الشجرة ما شاء الله أصبح جيد جدا. أتمنى من الله أن يكون قدمت حضراتكم معلومة مفيدة، أتمنى أن الجميع يكون استفاد. ولا تنسوا زكاة العلم تبليغه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.